اسلم ما شاء الله. ها سموا يا عيال يلا. هو شطه مهبول انت، مخلي الصحن وتاكل من قدر حكاكه. ايش عرفك يا ابوي، الحكاكه دي احسن من الكبسه. انتم نادينا حد؟ لا كم ما افتح الباب يا كفته. وليش انت ما تفتح الباب؟ انا جعان. احول سامي ايش بغيتي؟ ابد والله، الغاز قضاء صراحه ودبه الغاز ثقيله. طيب وش اللي طيب؟ العامل يقول ما يقدر يشيلها من جوا وحنا بنات ما نقدر. انت مستراح اربع ها؟ ايه دامكم صديقات هذه ما والله اعاونكم. اقول يا حيف على الرجال بس. يا شيخ روحي بلا حيف بلشتها. مالت عليك بعد مالت. سلامات وش فيه؟ لو سمحت اخوي ممكن تساعدنا؟ اساعدكم؟ ايه. اوف 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 اتحداك الاستراحة البطلة. عندكم مظلات يجيكم مطر هنا. شرفك انت، هذه زينة وحركات. انا ما اشوف الا برمضان بس. عاد تصدقين استراحتكم اقوى من بيتنا. لا حول، قل ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. ايه وين مدرعم؟ نانسي معكم؟ ايه قلتني كده. وش رايك؟ ما شاء الله حلوة. اقصد كم قطتكم؟ 5000. هجري ولا ميلادي؟ ضحكتنا. ذي معكم؟ اي طال عمرك معنا. وليش جايبينها شبهة؟ والله مش شبهة اللي انتو طاقيتك ذي. كيفكم؟ انا جايكم ناصح. 5000 5000 5000 5 5 يعني 5 بخمسة 25. ترى انا شاطر بالحساب اعجبكم. يعني كثير واجد 25000. من ذي اللي زرفتكم؟ 5000 هذه بس تأسيس، قطتنا تبدا من 3. 3 يناير؟ لا فبراير. اتحداش يا شيخة. اخلص علينا. هذه معكم؟ اي معنا. حرام عليكم، جايبينها من الدخل. كان اخذت لها استراحة في الشفا في الحزم. في بنات كثير هناك يحتاجونها. غثيث، نفس طينة نواف. نواف؟ من نواف ذا؟ اقول اقعد بس، مسوي محرمنا انت. نواف اخو مي. اخو سنتي؟ اي اخوي. طيب ما دام عنده سخو، ورا ما خليتيه هو يشيل دبة الغاز، تشغلين خلق الله وتنادينا؟ اسمع تراك كثرت علينا، الحين بتساعدنا ولا توكل؟ لا 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 بساعدكم، وين المطبخ؟ هذا المطبخ. طب عادي تجين توريني اياه؟ انا بوريك اياه. يلا همشي ابو حمود. هلا والله بالعيال، ادخل ها، روح للدخل. امشي بالحلال. يلا همشي 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 همشي. والله انه خفيف دم. خفيف دم. يا ولد! اثقل اثقل. أنا ما بيزيل هذا دبة ألوان، أنا أسيل سمسم هذا دبة برتقالي، أنت معلوم ولا ما في معلوم؟ هلا معلوم، وهو صادق، وراكم مشخبطين عليها، كان خليتوها مثل خواتها برتقالية. بموت بنات، الحين صار لي شهر أرسمها وذا يقول شخبطة؟ لو سمحت، هذا فن تجريدي عشان لا ينكسر له مطبخنا. أنا اللي بينكسر ظهري، وش دخلني أنا فن تنجيدي ولا مو بتنجيدي؟ تجريدي. الزبدة، ظهري بينكسر. خلاص خلاص بنات، ما له داعي كبسة، بنطلب من مطعم. كل هذا علشان كبسة؟ كان قلتولي من الأول. ولا حركة، ولا واحد ياكل منكم ولا لقمة. أبغى أغرف البنات الاستراحة. من زميبهم حنا، وتأخذ الأكل من قدامنا وعي باه بس. وعي باه عليك، ما تستحي على وجهك. هذول البنات اعتبرهم مثل خواتك. بعدين أخافين حتونا يا عيال. عامر عامر بقي لنا شوية. أبقي لك شوي؟ أبشر أبشر. يا أخي أنتم ما تعرفون بالمرجلة، بنات ذولي بنات جالسين لحالهم. هذه الكبسة لسه أنت أخوياتس، لا تأكلين الحالس. وش دعوة، يعطيك ألف عافية يا رب، مشكور ما قصر. في ربي ذا العامر. عامل سيعطيكم الشطه والجرجير، دائما ينسى الله يصلحه. يا الله يقرفك. شكلهم ما يحبون الجرجير. واو عاد مره متحمسه الاكل العيال. هات الصحنك رولا. والله ما اكل لو اموت جوع. انتوا ما شفتوا يده كيف كلها شعر وزفر؟ وع وي على اساس عمال المطاعم مسويين بديكير ومنكير. والله حاطين مناكير ولا في دينهم شعر، ماكله ماكله راي عقب شر. عاد تصدقون ولا طبخهم ازين من طبخنا. بس يا عيال استراحتهم ضبطه ومزبرقه.
واحسن من استراحتنا. ايه يا حبيبي، البنات دائما كذا يهتمون في ادق التفاصيل والجماليات. هيا خذ لك، كيف تبغى جماليات في استراحتنا وشفاط النمل؟ كيف؟ كيف وشو؟ مزز. ايه استحل وجهك، ترى هذول مثل خواتنا. غريبة، ما قالوا لي افتح الباب زي كل مرة، أكيد شخصيتي صارت قوية. هلا والله بصلوح. يا هلا والله وغلا يا عيال، راشد ودخالتي. وهذول يا أخوياي حسين ومضحي. هلا والله حسين. هلا فيك والله. أجل وين مضحي؟ مستحي ما دخل. يا مضحي، يا مضحي، ما تشوف أنت؟ ما تشوف؟ ناظر تحت يا أخوي مرة ثانية. طيب أبشر. أنت مضحي؟ أنا مضحي. شكلك نصراوي. نصراوي ودم ضروسي بعد الثريان. اقلطوا حياكم الله. يا هلا يا هلا. أمسك يدي لا تدعسك سيارة. أوكي. وش سالفتكم أنتم؟ حنا كنا كاشتين للبر رايحين لأخويانا وولعت لمبة المكينة وقلنا نمركم في الاستراحة. وين أخوياكم؟ أخويانا رجعوا. خلهم يجون. تبون شيء منهم؟ إيه خلهم يجيبون كافي. دق عليهم. دق عليهم. كم عددكم؟ حنا 10 ونص. اسمع، خلهم يجيبون من كيان. بنات شاي ولا قهوة؟ شاي. هلا والله. هلا هلا، حي الله من جانا. تفضلي تفضلي. يا أهلا. أسورت ونورت والله. بنات ترحبوا بضيفتنا بنت عمي هند. هلا بنات، كيفكم؟ الحمد لله كويسين. رولا بالله أبيك بكلمة. اقعد اقعد، ايش فيس واقفة؟ شاي ولا قهوة؟ ما تبي شيء؟ مو قلنا ما نبي ضيوف غير اللي قاطين بالاستراحة؟ يا اختي وش اسوي؟ هي شافت ستوري سناب عندي وانسبت بحلقي الا ارسل لها لوكيشن. قولي اسفة ما اقدر. صح يا انتي، وشون اقول لبنت عمي اسفة ما اقدر؟ رولا اذا مو قد كلمتك لا تقطين معنا من البداية، وتراك انتي اللي من اول تقولين ما نبي ضيوف ما نبي ضيوف. اقول بس لا تكثرين هرج، شرابت القهوة الحين وبتطلع. اوكي، بس حتى انا بكرة بعزم بنت عمي منيرة، توها تخرجت وبسوي لها حفلة وأشوف واحدة منكم تعترض. كذا نظامك يعني. ابتعد عني محبات وش تبيني، ابتعد عني محبات وش تبيني، قدرك الغالي رميته في الثرى. الفوطة دي من هنا، معليش استخدمتها. هذه لي أنا، بس عادي إذا خلصت منها ذبها في الزبالة. بنات ليش جايبين كيكتين؟ أنا أقول لكم الصغيرة بصفقها في وجهها عشان أبي أرد لها حركة سوتها فيني قبل 5 سنين، والكبيرة عادي تصير هي الأساسية اللي نقطعها ونأكلها. أم الحماس يا شيخة، بس اسمعي أنا عندي اقتراح أحسن. ننقل الحفلة دي كلها جوا، نطفي اللمبات، وإذا دخلت نولع اللمبات، تصفقين أم وجهها بالكيكة. طبعاً الأخت تصور الموقف كله. أوه الله الله، بنات روسي صار لك شيء؟ روسي مو قادرة. شلون جت الكرة هنا؟ وجاع. قديم هذا الحركات يا متخلف. شوف هالمرة أنا بتصرف معك، لكن المرة الجاية والله لجرجرك عند الشرطة يتصرفون معك. يا المليح قطع عند الأشكال. أوه معليش نسيتها. ألو مي، أنا وصلت الموقع.
اوكي خلاص، وقفي سيارتك وتلقين الباب مردود. وصلت يا بنات. والله انك كفو يا شيخ، ما لكش اللي بصير. والله مره حماس. وش ذي الاستراحة؟ أزعجتنا. تعالي استراحتنا، تعالي استراحتنا. خايس مي؟ يلا يا عيال. هذول يستهبلون. ماها الناس ما حد لامس، بس وش السالفة؟ أنا كنت عارفة إنه هذا اليوم راح يجي. هي تغار مني وتكرهني وتحس إني أنا أحسن منها، وأنا دائما حذرة منها، بس اليوم اللي أطيح في شباكها. شباك مين يا أمي؟ إيش الهرجة؟ ترى هي أخذت مني صورة الكارتير، سرقتها، ودائما طلعني كلام مو زين. كل هذا عشان معاذ ولد خالتي خطبني ما خطبها. يرحم والدينك، حرميش هالسالفه. اجيب لك مويه. ايه